طيب كابتن سكوتي، انا لو مدير فني دلوقتي يبقى بالنسبه لي قرايه فريق مش معتاد ان هو يصل لبطولات معينه او نهائيات معينه اسهل لي، ولا من فريق معروف اوله من اخره زي ما بيتقال؟ كايزر تشيفز كلنا عارفين ان هو فريق غير متوقع، مش افضل لعبه على الارض، ولكن هو اللي بيحصد النهائي او البطولات، فاني اسهل؟ يعني خلينا نقرا مع حضرتك ده. بص، الناحيتين مش اسهل، مفيش اسهل في الكوره اللي احنا قلنا عليه، مفيش حاجه اسهل. الفرقه اللي انا بلعبها وعارف ان لو هي قويه وهي مثلا فازت ببطولات او الاول على الدوري بتاعهم بتعمل له حساب جامد برضو. الفرقه الثانيه بتعمل له حساب وبتدرسيها، بس قوتها على اساس انك انت عارفه ان هو الثامن على الدوري، فما بيبقاش بالقوه بتاعه اللي هو الاول على الدوري يعني. لكن في الماتش ما تضمنيش المفاجات فين، زي ما شفنا في بطولات اليورو، شفنا معموله ازاي ابطال ولاعيبه ونجوم، نجوم كل النجوم الكبيره طلعت، اللي فاضل انجلترا وايطاليا. وحد كان اصلا متوقع لما تسال اي محلل رياضي كان بيتسال بيقول لك عمره بقى التشكيل النهائي يبقى ايطاليا وانجلترا، ده الناس بتقول فرنسا، ناس بتقول المانيا، المانيا وانجلترا، يعني ما حدش كان جايب ايطاليا يعني قبل الماتشات النهائيه. انا توقعت ان انجلترا وايطاليا الاثنين عندهم الدافع القوه. حضرتك توقعتها من انجلترا عندها فرادو كويسين جدا، ايطاليا عندها انها وصلت وقدرت ان هي بقى لها فتره كبيره بعيد ايطاليا. بالظبط، عندهم الدافع وعندهم انهم عايزين الحماس، وزي ما قلت لك فريق ايطاليا بيمتاز القوه الدفاعيه وبيبقوا مقفلين كويس جدا وبيلعبوا، بدليل ان هم هنشوف في الماتش النهارده ان شاء الله هيبقى ماتش قوي جدا. طبعا ده هيبقى يعني ضرب نار. ممتع. لا ماتش جامد. واحنا بنستمتع بال يعني انا بتفرج امبارح الماتش جامد جدا بين البرازيل والارجنتين، وبيلعبوا بقوه وعنف على بعض في اخر بقى ربع ساعه خلاص، النيمار والبتاع بيلعبوا بقوه وبيتضربوا والانذارات والحاجات دي كله، عايز يفوز بالبطوله اكيد. فهي ماتش تكمله للرد على سؤالك يا نهاوند، ان الفرق حتى لو هي صغيره وانت بتلعبي على نهائي بطوله ملهاش مقياس. ايوه بالظبط، ملهاش مقياس، هي دي الجمله. ليه؟ انا بحترم الخصم، بحترم الاستاذ كريم، بحترمك، بعرف قوتك فين، ضعفك فين، بلعب عليها. لكن لو انا استهترت او قلت لا دي فرقه مثلا ضعيفه او هي ده هيحصل ايه، لخبطه جامد جدا، ممكن لا قدر الله تحصل كره خطا بتاع تلاقي الماتش اتقلب. فعشان كده الطبع ده في النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي الى اي درجه ده ممكن يكون شيء مطمئن بالنسبه لحضرتك شخصيا لفكره ان الاهلي هل هو قادر على الاحتفاظ بالثلاثيه دوري وكاس وافريقيا ان شاء الله؟ يعني بص، لعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي اللي هو البطل متعود على البطولات، يختلف عن مع احترامي للفريق كايزر انه مش يعني هو وصل البطوله دي ممكن بطريق الصدفه يعني، او الماتش زي ما قلنا كسب في ماتش ووصل زي كاس مصر او كاس اي كاس بيتلعب في اي، ممكن تلاقي فرقه درجه تانية هي اللي بتلعب في النهائي. صحيح صحيح، واخد بالك؟ فهي الميزه النادي الاهلي ان لعيبه النادي الاهلي بتبقى عامله حسابها في الماتشات دي كويس قوي، ان بتلعب الماتش ده ملوش دعوه بالفرقه اللي قصاده، انا بادي الاداء بتاعي، القوه بتاعتي، عندي الهدف مهما كانت الفرقه اللي مهما كانت الفرقه. ما انا عشان كده بقول لك ده الميزه اللي في النادي الاهلي طبعا، او في الفرق الكبيره عامه زي انجلترا النهارده. النهارده بتلعب ايطاليا، طب لو كانت بتلعب فرقه اي فرقه ثانيه، التشيك مثلا، الدنمارك بتاع، هيبقى نفس التركيز بتاعهم ان هو جاي الهدف بتاعه، ماليش دعوه بالفرقه اللي قصاده. أيوة. انا جاي عايز اركز على اطلع بالكاس، عايز اخد البطوله، ارجع فرحان، افرح الناس، افرح الجماهير. ده اللي بيتحط للعيبه السيستم بتاعه، خاصه لعيبه النادي الاهلي. شفنا لعيبه النادي الاهلي كتير، شفنا في منتخب مصر الكلام ده كتير، ان ساعه البطوله لا اللعيب بيتغير. يعني ماتش مصر المقاصه هيبقى اهتمام جامد جدا، الماتش اللي بعديه هيبقى اهتمام جامد جدا، اللعيبه تطلع من ماتش المقاصه ان شاء الله وكسبانين، لان ماتش المقاصه برضو فريق المقاصه انت بتلعب لعيبه، انت بتلعب فرقه، الفرقه دي اتعادلت الماتش اللي فات، عايزه النهارده هتلعب قصاد النادي الاهلي، بيجي قصاد النادي الاهلي كله بيبتدي بقى ايه طبعا. يطلع اللي عنده، حتى لو اللعيب تعبان ولا حاجه، ويبقى نفسه يلعب قصاد النادي الاهلي عشان يقول لهم انا موجود طبعا. النادي الاهلي الناس كلها بتتفرج عليه، فهو بيبقى اللعيب ماتش الاهلي بالنسبه له هو الثاني، بيبذل مجهود جامد جدا، ولعيبه النادي الاهلي برضه بتبذل مجهود جامد جدا، بس عايزه تكسب. التاني لو اتعادل بيبقى مبسوط جدا يعني.